من سلوك ومن كذلك تصرفات. هذا الكنز العظيم الذي نقبل عليه هو كامن فينا، وهو جوهر حياتنا. هذا الكنز الذي نقبل عليه هو جوهر حديث هذه الحصة، ولكنه هو جوهر في القلوب وفي الأذهان وفي الوجدان. علاش؟ لأنه يتصل بعبر، بأحكام، بأوامر، بنواهي، يتصل كذلك بالعقائد النافعة، بالأخبار. كل هذا موجود في هذا الكنز. كنزنا وكنزكم هو القرآن العظيم، القرآن اللي نحاول أنه نكون قدر الإمكان متصلين به اتصالا في مستوى الفهم والقراءة والتدبر والتفسير وأحيانا التأويل. نحاول أن نكون على صلة متينة بهذا الكنز. لذلك اليوم مش يكون موضوعنا هو القرآن والحياة، صلة القرآن بالحياة. نحاول أن نتواصل معكم أنتم من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بزدني علما، وإلا من خلال البريد الإلكتروني لزدني علما. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، ونحاول كذلك أنه تبعا في حلقات قادمة من زدني علما أن نكون على صلة مباشرة في مكالماتكم، بمواقفكم، باستفساراتكم، ببعض الأسئلة اللي ساعات الإنسان محتار لشكون يوجهها، لشكون يقدمها، باش تكون هذه الأسئلة المحيرة فيها اطمئنان للقلوب. هكا علاش زاد حتى احنا اليوم مش نحاول نقرب هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات إلى ضيفين كريمين عزيزين يشرفونا بحضورهم في استوديو زدني علما، الأستاذ أحمد بوشحيمة. أهلا وسهلا بك يا سي أحمد، منورنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نورك الله بنور الإيمان وبنور القرآن أخي نوري، ونستقبل مشاهدينا الكرام بعد شهر رمضان المعظم بكثير من الترحاب والمحبة، ونسأل الله أن يوفقنا إلى أن نفيدهم بما يفتح به الله علينا، إنه هو الفتاح العليم. أمين يا ربي. أيضا شرفنا بالحضور في استديونا واستديوكم أنتم الناس الكل. اليوم كما تعرفوا كما أعلن عن هذا هو فضاء مباشر، مرحبا بأسئلتكم، شرفنا بالحضور فيها الأستاذ عمر الملولي. مرحبا بك سي عمر. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحيتي إلى كل مشاهدينا عبر هذه القناة المباركة، تحيتي إلى أستاذي سي أحمد، إليك أخي النوري. يعيشك. شكرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنبين ما في القرآن من كنوز عظيمة تتصل بحياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينورنا بالقرآن، وأن يفتح علينا بأخلاق القرآن وتوجيهات القرآن وبما في القرآن الكريم من نعم كبرى ومواعظ جمة. شكرا لك أستاذ عمر. احنا طبعا نتواصل معكم مشاهدينا الكرام، نتواصل بالترحاب بكل الأعزاء اللي هما ديما في قلب البرنامج ومن قلوبنا. كيما فما الترحاب من قلوبنا، نسأل الله السلامة للجميع سواء كان في تونس وإلا خارج تونس. نسأل الله السلامة والرحمة، ونسأل كذلك أنه يتغمد شهداء الوطن وشهداء كذلك الأمة الإسلامية بالرحمة، وربي يسكن إن شاء الله فراديس جنانه. مشاهدينا الأعزاء، القرآن والحياة هو موضوع حلقة اليوم من زدني علما، ومنطلقه دائما الروبورتاج حتى نستمع إلى أسئلتكم، إلى استفساراتكم، إلى مواقفكم. وسؤالنا خرجت به زميلتنا مروة إلى الناس، وقتاش تقرأ القرآن؟ وقتاش تتدبر القرآن؟ والأجوبة مش تكون من خلال هذا الروبورتاج. شنو علاقتك بالقرآن؟ وقتاش تقرأ القرآن؟ والله نقرأ في رمضان أكثر بالطبيعة، ما نقرأ والله علاقة عادية يعني في كل نهار، فهمنا ديجا نصلي أنا فهمنا نحن نصليه في الخمس صلوات اللهم صل على النبي، والقرآن نرتلو وقت اللي في الصف الليل كنجي نرقدو، وديما القرآن فهمنا إن شاء الله في كل وقت في كل صلاة، هذيك الحبية فيه. لا القرآن تقرأ في كل وقت معناتها، في أي وقت، مش وقت معين باش تقرأ القرآن معناتها. نقرأ في كل وقت. في فترات يعني تقريبا ديما بين المغرب والعشاء الأكثرية معناها، فهمتني ولا؟ ولا الصباح بكري شوية، وشوية لو اللي تصير تو قبل النوم واحد كذا، الواحد يسنس صغيراته على الشيء هذا. والله وقت اللي نلقى وقت وبالذات في الليل ان شاء الله نقراو شويه. ما نكذبش عليكم، نورمالمون وقت الفراغ نتاعي الحق معناها الصدق، وفي كل وقت، هو نورمالمون في كل وقت معناها، فهمت شي؟ تقرا في كل وقت. العبد ماذا به يوميا،
وخاصة نهار الجمعة، أكثرية نهار الجمعة. الوقت يبدأ في الليل عندي فراغ نقرأ القرآن. كل ما نلقوا الفرصة قريت كل ليلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القرآن نقرأه كل يوم. علاقتي قوية برشا بالقرآن، نحاول نطبق معناتها القرآن في حياتي اليومية في كل شيء، في تصرفاتي في داري مع صغاري مع الناس. والله علاقتي بالقرآن علاقة روحانية، نقرأ القرآن في الليل وفي النهار في أي وقت بعد ما نصلي في الفجر الصباح. في الصلاة ولا في الليل ساعات، ما نكذبش عليك مش ديما كي نرقد ولا فما فاصل هو فما ومن كل حد وكيفاش واخذ نظريته في الدين. والله ما ثماش فصل هو في الحقيقة، راهو ثماش فصل ثم، بما ان معناتها الدنيا تطورت وكل شيء، اما القرآن يقعد ديما معناتها هو القرآن هو احسن حاجة، معناتها حاجة اللي معناتها ديننا وهو الكل، فهمتي؟ اكيد ثم الفاصل، ما بحكم الدنيا تقلبت، ما عادش اغلب العباد ثم المشاغل وثم ما عادش كيف قبل، كان يخصوا له مثلا ثم في الجوامع ثم يقراوا في حتى في داره، الواحد يمشي يقرا شويه وقت يجبد شويه قران يقرا نورمال مو ايه، خاطر وقتنا الكل مشغول، وقتنا الكل وقت جري، وقت الكل نجري وعلى الدنيا، فهمت ولا؟ اما هو نورمال مو عندنا وقت للقران ولا الدين، فهمت ولا؟ نورمال مو خصوا له وقت، اما وقتنا متعته وقت صعيب ياسر. هو المفروض ما فماش فصل، لكن الحياة هي اللي الإنسان معناها فهمتي العبد تاخذه الدنيا ويولي يتلهى بحوايج أخرين. ديما القرآن معنا خاطر فماش فصل، فهمتي كل حاجة فيها القرآن معناها. بالطبيعة فما ناس عايشين بالقرآن ويطبقوا فيه معناتها في حياتهم اليومية في كل شيء، وفما ناس معناتها لا علاقة بالقرآن، معناتها حاطين القرآن على جنب ويعيشوا حياتهم معناتها كيما يحبوا هما، هذوك ما يتبعوش في معناتها ما همش مربوطين لا بالقرآن ولا بالسنة ولا علاش. مسألة وعي ومسألة شنو هو القرآن بالنسبة ليهم، معناتها ما يعرفوش حقيقة القرآن شنية. لا بالعكس، ما فهمش فصل بين القرآن والحياة، بالطبيعة هي الحياة، القرآن يمثل الحياة، وفما برشا قيم وبرشا حوايج نعملوهم تابعين القرآن، ما نجموش نستغنوا عليه، أكيد عنده علاقة وثيقة بين القرآن والحياة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم دائما في زدني علما على قناة القلم في هذا الموعد الجديد اللي يأتيكم كل نهار أربعة من 9 للـ10:30، ويوم الجمعة كذلك في نفس التوقيت من 9 للـ10:30. زدني علما اليوم موضوع القرآن والحياة، وأول سؤال يتبادر إلى الذهن كما كنا نشاهد منذ قليل معكم أنتم مشاهدينا الأعزاء في روبورتاج، سؤال: ما صلة القرآن بالحياة؟ هل القرآن جاء لكي يعزل الناس عن الحياة والأحياء، أم جاء لكي يربطهم بالدين وبالآخرة وبسلوكهم وبمعاملاتهم وبأعمالهم في الحياة؟ هل جاء القرآن لكي يكون مرتبطا بالمسجد فقط وبالصلوات كما كنا نشاهد منذ قليل فقط، وإلا القرآن هو نص نفهمه نتدبره نقرأه ونحاول أن نكون على سعي دائم في صلة هذا القرآن بالحياة؟ أسئلة كثيرة نحاول اليوم نطرحها معكم أنتم، مرحبا أيضا بأسئلتكم اللي توصلنا مباشرة في الصفحة الرسمية لزدني علما في الفيسبوك وإلا عن طريق البريد الإلكتروني. ومن بين هذه الأسئلة السؤال الأول مع سي أحمد، مرتبط أساسا سي أحمد بفهم القرآن، لماذا فهم القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدي وحبيبي محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء وقبل أن أجيب عن السؤال، أود أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يلطف بإخواننا في مصر الحبيبة، وأن يهيئ لهم الخلاص من الأزمة التي يعيشون فيها. أصبح الشقيق يقتل شقيقه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يجعل لنا ولهم ولكل المسلمين في كل بقاع الدنيا
من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. أمين. وأن يحقن دماء المسلمين، إنه سميع مجيب. حقيقة القلب ينفطر وينزف دماء حارة لهذا الحدث الجلل الأليم المؤلم. نسأل الله أن يكشف هذه الغمة وأن يبدل حال المسلمين من حال إلى أحسن حال. أمين بإذن الله. نأتي الآن إلى موضوع حصتنا وهو القرآن الكريم. لماذا فهم القرآن؟ في البدء دعني أعطي صورة عن قيمة القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الأوحد الذي بقي لم يحرف، وهو كتاب الذي دون فيه وحي السماء إلى العالمين، إلى كل الناس. وهذا يختلف فيه القرآن عن بقية الكتب السماوية. الكتب السماوية الأخرى كل كتاب أنزله الله لقوم بعينهم، القرآن الكريم أنزله الله للعالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وما أرسلناك إلا كافة للناس. نجد الآيات كثيرة تصور أن القرآن كتاب هداية، وأنه لكافة الناس، وأنه للعالمين، وأنه للإنس والجن. وفي القرآن الكريم سورة خاصة بالجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى آخر الآيات. القرآن الكريم هو دستورنا، وهو عمدتنا في الحياة، وهو الباقي، لأن رسالة الإسلام هي الخاتمة. شاءت حكمة الله أن تكون رسالة الإسلام هي الخاتمة وتكون للعالمين، وأن يبقى هذا القرآن إلى آخر الدنيا حتى يكون منارة للناس. ولهذا يجب أن نفهم القرآن. وصلنا للجواب عن سؤالك أخي النوري. نعم. يجب أن نفهم القرآن لأن القرآن فيه كل ما يصلح حالنا، فيه كل ما تستقيم به حياتنا. نعم. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد. ولا يخلق على كثرة الرد، يعني لا يصبح خلقا باليا، أي لا يبلى كلما رددناه. رددناه لفظا ومعنى. نعم، كلما كررنا وأعدنا فهو لا يخلق. إذن شوف المعاني هذه اللي في القرآن الكريم كم نحتاج إليها. فالقرآن فيه ما يصلح حالنا في الدنيا، وما يصلح حالنا في الآخرة، نفوز به في الآخرة. فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال نعم. الله تعالى. للحديث بقية. نعم. أترك نعم. للأستاذ عمر. سؤال خلصت إليه أستاذ أحمد، قلت أن القرآن هو عمدة حياتنا. نعم. عمدة الحياة، القرآن عمدة الحياة. إذن القرآن لدى البعض مرتبط بالآخرة فقط، القرآن بالنسبة إلى البعض يعتبره نصا يمهد لحياة أخرى، ولكن القرآن هو أيضا متصل بحياتنا اليوم، بجوهر حياتنا اليوم. أستاذ عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، لا أفوت هذه الفرصة حتى أترحم على شهدائنا في مصر الحبيبة، وحتى أقول للجميع، لإخواننا في مصر الحبيبة، في ليبيا الشقيقة، في تونس الخضراء، لنعتبر مما جاء في القرآن، ونحن نتحدث عن القرآن الذي دعانا إلى أن نكون أمة واحدة، إلى أن نتعايش بسلام، إلى أن نحقن الدماء، إلى أن تكون معناها بادرة إلى حل الخلافات الموجودة بيننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا إلى ذلك في أقرب وقت حتى نتجاوز هذه المحن إن شاء الله. أعود إلى القرآن. أولا، قبل أن أتحدث عن علاقة القرآن ربما بالأموات وقراءة القرآن على الأموات، نحب نرجع للبيئة اللي نزل فيها القرآن. نعم. حتى ربما أكمل ما بدأه أستاذي سي أحمد، وهو أن البيئة العربية كانت مهيئة لنزول القرآن الكريم. نحن نعلم وأن معجزات الأنبياء السابقين كانت معجزات حسية، ولكن القرآن الكريم كان المعجزة العقلية الوحيدة الخالدة، هو المعجزة العقلية الوحيدة. لماذا؟ لأن البشرية تهيأت
ووصلت إلى مرحلة الترشد وأصبحت قادرة على قبول معجزة مثل القرآن. جميعنا يعلم وأن العرب في ذلك الوقت كانوا يقيمون الأسواق الأدبية كسوق عكاظ، وكانوا يختارون أحسن المعلقات الشعرية يعلقونها على باب الكعبة. إذن ثم تحول نوعي في البشرية، تطورت العقول وأصبحت قادرة على قبول معجزة كالمعجزة القرآنية. إذن القرآن لما جاء لم يكن مسقطا على واقع، وإنما جاء متناغما مع واقع، ثم تناغم ما بين القرآن والواقع والقرآن والحياة والقرآن والإنسان. القرآن هذا لو أنزل في عصر موسى ولا في عصر عيسى لا يمكن أن يعتبر معجزة، لأن البشرية في ذلك الوقت لم تنضج بعده. وربما نحب نزيد نفسر شوية للسادة المشاهدين، نقول وأنه مثلا اليوم الطفل الصغير عنده عقل، اللي هو يكون في سنة أولى أساسي مثلا له عقل، ولكن فيما يتعلق بمادة الحساب إذا دخل في مادة الحساب يستعين بالأعواد والأقراص، فترسخ الصورة في ذهنه، ثم بعد ذلك لما يتحول إلى التعليم الثانوي يمكن عندئذ أن نعطيه معادلات رياضية من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة. هذا عن ترسيخ الصورة، فماذا عن ترسيخ الصورة؟ يعطيك الصحة. هنا كيف نحب نرجع إلى الناس في عصر موسى وفي عصر عيسى كانوا يعولون كثيرا على الحسي، ولكن تطور البشرية وتطور التجربة البشرية جعلتهم يتهيئون لقبول المعجزة القرآنية. المعجزة القرآنية هذه ظهرت في بيئة هي في حاجة إلى الإصلاح، ونزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما على امتداد فترة الرسالة، أي ما بين 20 و23 سنة. وهنا نحب نقول وأن القرآن الكريم نزل تبعا لأحداث ودوافع، ونزل تبعا لأسئلة، بالتالي ثم تناغم بين الحياة والقرآن، بين الواقع والقرآن. كلما كان هناك داع لنزول القرآن الكريم إلا ونزل، وكلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما إلا وأنزل عليه الوحي ليبين. مثلا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قصة لقمان فنزل الوحي مجيبا عن قصة لقمان. كذلك بالنسبة لتلك التي كانت تجادل في زوجها وكانت تشتكي إلى الله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاورها، نزل القرآن في هذا الشأن. إذن هناك أسباب، تتحدث عن أسباب النزول أنت سي عمر. أتحدث عن علاقة القرآن بذلك الواقع، واقع التنزيل، لأن القرآن لم يكن مسقطا وإنما كان هناك تناغم بين واقع التنزيل والقرآن الكريم، فالقرآن الكريم كان يتجاوب مع حياة الناس. كي نقول القرآن الكريم حياة يجب يكون ثم تجاوب. خلينا نوضح نوضح معك سي عمر إن سمحت، نوضح هذه كان يتجاوب مع حياة الناس. القرآن كان وكأن صيغة الماضي منتهية في الزمان وفي المكان، ولكنه كائن أيضا الآن، هو ولا يقتصر فقط على أسباب النزول والواقع التاريخي آنذاك. صحيح، وربما أردنا أن نبين مدى التجاوب بين القرآن والواقع، واقع التنزيل، ولكن هذا التجاوب باق باعتباري وأن القرآن يحمل في طياته، يحمل في داخله حياة متواصلة متجددة. يعني أردنا أن نبين أولا علاقة القرآن بواقع التنزيل، ثم هذا التناغم بين القرآن والحياة باعتباره كتابا خالدا، معجزة خالدة، وسيبقى خالدا إلى يوم يبعثون. هذا علاش بينا وأن الفرق ما بين المعجزات السابقة والقرآن الكريم هذا الإعجاز القرآني المتجدد. وربما من باب التجاوب مع سي أحمد، كلما بحث الباحثون عن وجوه جديدة من الإعجاز القرآني إلا ووجدوا فيه كثيرا من هذه الوجوه، لهذا يعني استشهد سي أحمد بما قيل في القرآن الكريم من أنه لا يبلى ولا تنتهي معاني. فعلا هذا الخلود مرتبط، فعلا هذا الخلود مرتبط مشاهدينا الكرام بالتجدد، وهذا التجدد مرتبط بالفهم، بالتدبر، بالقراءة وبالتأويل، وبالعودة الدائمة إلى النص القرآني. ولكن من هو المسؤول عن هذه العودة؟ من هو الذي يتدبر؟ من هو الذي يفهم؟ الفقيه أم غير الفقيه؟ العلماء، المفسرون أم غير هؤلاء أستاذ أحمد؟ نعم، طبعا الكل مطالب بأن يتدبر القرآن. الكل مطالب، ليس مقتصرا فقط على العلماء والمفسرين فهم القرآن. الكل مطالب من حيث المبدأ، لكن لكل على قدر إمكانياته وعلى قدر ظروفه وعلى قدر حاله. فالعلماء لا يشبعون منه كما جاء في الحديث الشريف، القرآن لا تنقضي عجائبه، القرآن يبعث يوم القيامة بكرا، قد ما فسر المفسرين وقد ما
استخرجوا منه معاني وأشياء عظيمة جدا، وما زالوا يفسروا. يبعث القرآن بكرا يوم القيامة كما نزل. وإذا كل إنسان مطالب بأن يفهم القرآن، والله تعالى يخاطب خطابا عاما للمؤمنين، يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، فالإنسان العادي لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كثيرة راهي الجملة ذي لابد أن نسطر عليها. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه هو من عند الله من عند فلا الله. تجد فيه اختلاف، لا تجد فيه اختلاف، فهو لا نجد فيه اختلاف لا القرآن لا نجد في مستوى الفهم والتدبر. هذا اختلاف الناس وليس اختلاف القرآن، هذا اختلاف الناس. إذن اختلاف التفسير وليس اختلاف النص القرآني. اختلاف الناس في تفسيره سنتحدث عنه، لكن الآن دعنا نتحدث عمن هو مطالب بفهم القرآن وبتدبر القرآن. نعم، كل الناس مطالبون، الإنسان العامي مطالب بأن يقرأ القرآن قراءة فيها تدبر، يعني يفهم، يحاول أن يفهم الكلمات والجمل والمعاني، وإذا لم يفهم فعليه أن يسأل، والله تعالى يرشدنا إلى منهج إلى المنهج في هذا الأمر، فيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عليه أن يسأل، عليه أن يقتني كتب التفسير ويقرأ ويفهم معاني القرآن، لأن معاني القرآن معاني عظيمة جدا، لأن القرآن يمس حياة الناس بالطول والعرض. احنا موضوع الحلقة القرآن والحياة. والحياة. نعم. كم مرة ورد ذكر الحياة في القرآن الكريم؟ 77 مرة. يعني القرآن حافل بالحديث عن الحياة. نعم. وهو يتحدث في كل شؤون الحياة، يتحدث في الزواج، ويتحدث في البيع والشراء. نعم. ويتحدث في الأحوال الشخصية، ويتحدث في العبر والقصص والتعامل والتداين، وفي كل ما يهم حياة الإنسان من قريب أو بعيد، يتحدث في أمور الدنيا كما في أمور الآخرة، وهناك توازن عجيب بين أمور الدنيا وأمور الآخرة في القرآن الكريم. هذا اللي حبيت أسأل عليه، حتى هذا التوازن كيف يتحقق؟ حتى أني معناها ربما هناك إحصائية شكلية هي، لكن عندها دلالة عظيمة جدا. اعتنيت بأن أراجع المصادر التي معاجم ألفاظ القرآن الكريم. نعم. فوجدت أن لفظ الدنيا تكرر في القرآن الكريم 15 و100 مرة. 115 مرة. أي. ب. ولفظ الآخرة. لفظ الآخرة. 15 و100 مرة. سبحان الله. سبحان الله. هل هذا صدفة؟ أبدا. تثبت جيدا من العدد، فإذا هو نفس العدد. هذا يدخل من باب الإعجاز. هذا الإعجاز العددي في العددي القرآن. هذا نعم. يسمى الإعجاز العددي. نعم. وهذا إعجاز القرآن بحر لا ساحل له. صحيح. بحر لا ساحل له. إذن التوازن حاصل في القرآن بين الحياة والآخرة. بين النص والآخرة. القرآني. نعم. النص القرآني يمهد للآخرة صحيح، ولكنه لا يمهد فقط للآخرة، وإنما هو على صلة كبيرة بالحياة. وعندما يكون على صلة بالحياة فإنه يفسح المجال للإنسان كي يتدبره الإنسان مطلقا. تحدثنا نعم. الإنسان بذلك مطلقاً. شوف نعم. القرآن كيفاش يوازن بين الدنيا والآخرة. نعم. كيفاش يصرف اهتمامنا ويصرف انتباهنا وتركيزنا. نعم. بطريقة جميلة جدا وفيها إبداع. يقول الله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ويقول في موضع آخر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن هو لا ينكر علينا أن ننال من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم. أرأيت كيف يحدث هذا التوازن وهذا التناغم وهذا التواصل بين متطلبات الدنيا والآخرة، ويجعل بينها يعني يكون نستطيع أن نتمتع بدنيانا وأن ننال من طيبات دنيانا، وفي نفس الوقت نربح أخرانا اللي هي أهم وأبقى، لأن دار الدنيا فانية والآخرة خير وأبقى. هي أبقى، هي في الآخرة الخلود. فإذا الإنسان
استمتع بطيبات الدنيا ونال من مما أتاح الله له في الدنيا بالحلال بما يرضي الله، فإنه سيكون معناها نتيجة ذلك في اليوم الآخر فوزا بنعيم الخلد، بنعيم الجنة، فوزا أبديا. نعم. لا ينتهي. نعم. ولا يتوقف فعلا. إذن نرجع للسؤال اللي تفضلت به سيادتك، هل النص القرآني مقتصر في فهمه وتدبره على العالم والفقيه والمفسر فقط؟ شوف، العلماء واجبهم أنهم يتدبرون القرآن بما أتاهم الله من علم، والإنسان العامي واجب عليه أن يتدبر القرآن بما يحقق له الحد الأدنى من الفهم حتى يعي ما يتحدث به القرآن. إذن المفسر سي أحمد بهذا المعنى لا يعد وسيطا بين الإنسان وبين بين الله وبين القرآن، وإنما هو ييسر. هو العلماء وظيفتهم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم, نعم. وصف العلماء وصفا جميلا جدا. نعم. قال: وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. معناها ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو بنصيب وافر. شوف كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك راهو الأنبياء جاءوا لهداية البشر، بعثهم الله، دعمهم بالوحي، العلماء تعلموا العلم وهم سيواصلون المسيرة بعد الأنبياء ويأخذون المشعل عن الأنبياء لكي يبينوا للناس حقيقة دينهم، يوعيوا الناس. العلماء في كل زمان وفي كل مكان. نعم. هم ورثة الأنبياء طبعا، إذا أخلصوا العلم لله. نعم. وانصرفوا عن الأشياء اللي ربما تحدث عليها بعد قليل، قضايا المذهبية والإيديولوجية وربما توظيفات القرآنية المتعسف فيها، هذا موضوع آخر. لكن نعم. العلماء الذين يخلصون لدين الله والذين يعتمدون المراجع الصحيحة من قرآن وسنة ليبينوا أحكام الله للناس، أحكام الله الواردة في القرآن للناس. نعم. لتستقيم حياتهم، باش يعرف الإنسان أحكام الطلاق وأحكام الزواج وأحكام البيع وأحكام الشراء، أحكام التداين، أحكام كل ما يتعلق بحياة الإنسان. فقط أردت توضيحا للتدقيق سي أحمد، عفوا، هل العالم اللي قصدت به هو الفقيه، أم العالم هو من يتصل بشتى أنواع العلوم وبضروب المعرفة؟ شوف، إذا أردنا التدقيق في الكلمة، فالفقيه. نعم. هو الذي تخصص في علم الفقه. ولكن العالم أشمل. العالم هي كلمة شاملة. أيوة. لصنوف العلم، فقد يكون عالما بالتفسير، قد يكون عالما بالحديث، قد يكون عالما بالفقه، قد يكون عالما تأتى له من بعض العلوم ومن شتى العلوم الشرعية نصيبا في كل تأتى له نصيب في كل فن من هذه الفنون أو. نعم. علم من هذه العلوم. نعم. وربما إذا حبينا نقول الفقيه هو ربما الذي تخصص في علم الفقه وكان له باع في علم الفقه، وحتى يكون له باع في علم الفقه يجب أن يكون عالما بالقرآن والسنة واللغة وآيات الأحكام وأحاديث. وهل يستطيع أن يكون كذلك؟ هل يستطيع أن يكون كذلك؟ من؟ هل يستطيع أن يكون عالما بشتى ضروب المعارف في شتى الاختصاصات والمجالات؟ لكل مجتهد نصيب. علماء الشريعة قدرهم أن يلموا بأطراف في علوم الشرعية الواجبة اللازمة. ولكن تغيرت اليوم المناهج العلمية، تغيرت وتطورت. لا، هناك اليوم ولنا عندنا مختصين في شتى مجالات العلم والمعرفة، وليس المختص الموسوعي الذي يجمع بين كل هذه الاختصاصات. شوف، هو العلم الشرعي ميستو أنه ما تقدرش تفصل بين أجزائه. نعم. ما يجمش إنسان يكون عنده ما يقول في علم الفقه وهو ما يفهم حتى شيء في القرآن ولا. نعم. ما يفهم حتى شيء في الحديث. نعم. معنى العلم الشرعي قدرهم علماء الشريعة. أيوة. أن يكونوا عندهم إلمام، فما قدر معين من هذا وذاك، لكن قد
يبحر الواحد منهم في فن من الفنون أكثر من الفنون الأخرى، لكن عند فم قدر مشترك لابد أن يكون موجودا لديه ليفهم الآيات القرآنية، ليفهم الأحاديث، لمعناها يفهم الأحكام الفقهية، فلابد أن يكون له إلمام موسع ببعض هذه العلوم، ثم إن شاء له أن يبحر ويتخصص في علم من هذه العلوم فله ذلك. نعم، كيف نستطيع مشاهدين الأعزاء أن نجعل من النص القرآني هذا النص المعجز نصا تستسيغه الحياة دائما؟ كيف أن نستطيع أن نجعل منه نصا يستجيب لمقتضيات الحياة؟ هذا السؤال على درجة كبيرة من الأهمية أستاذ عمر، لأن مثل ما ذكرت النص القرآني هو نص يتجدد دائما، وهذه لفظة لابد أن نركز عليها، يتجدد، لأنه ليس منتهيا في الزمان وفي المكان، وإنما هو نص متواصل. أنا إذا كان تسمحني نحب نرجع إلى علاقة القرآن بالحياة. دنيا واخرة. تفضل. نحب نرجع، مازلنا نحب نرجع إلى علاقة القرآن بالحياة، باش نقول وأن القرآن الكريم تكلم عن خلق آدم، عن معصية إبليس، عن سجود الملائكة لآدم، من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني تقريبا أغلب هذه المحطات تكلم عنها القرآن، والغاية من ذلك هو وصل الحياة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة بحياة من سبقنا من البشر. فالقرآن تكلم عن مسيرة البشرية قاطبة، أو ربما عن أغلب ردهات هذه المسيرة البشرية، والغرض من ذلك أن نستخلص العبر من هذه الحياة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لما نقول حياة بشرية أو لما نقول الإنسان، الإنسان ثم عقيدة أولا، والقرآن الكريم جاء ليؤكد وليذكر بعقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله. لذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. وهذا هو المعنى الذي ركزه النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الفترة المكية، كان يركز عقيدة لا إله إلا الله عند الناس، وهذا هو أساس الحياة. لأنه لما نقتنع وأنه لا إله إلا الله، معناه لا معبود إلا الله، ولا نخشى أحدا سواه، لا نخاف من حيوان مفترس، ولا من ظاهرة طبيعية، ولا من غيرها. نعم. وهنا ربما نحب نربط بقصة إبراهيم عليه السلام، وكيف اعتقد في بعض الكائنات ثم وصل إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يأفل ولا يزول، وأن الله حي دائم باق، وهذا ما يجب أن يرسخ في نفوسنا. بعد تمكن العقيدة، هنا نقول العقيدة هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالقضاء والقدر، باليوم الآخر، هذه تقريبا عناصر العقيدة متاعنا. بعد تجي الشريعة، والشريعة هي القواعد التي تنظم الحياة بيننا على أساس الحق والواجب. كي نقول حياة نقول حق، وهذا الحق يقابل واجب. لما نقول حياة زوجية ثم حقوق وواجبات، لما نقول حياة أسرية ما بين الأبناء والآباء ثم حقوق وواجبات، لما نقول حياة اجتماعية بين الجيران ثم حقوق وواجبات، لما نقول علاقة شغل بين صاحب العمل والعامل حقوق وواجبات، لما نقول حياة سياسية أيضا حقوق وواجبات. وعلى الأساس هذا أقام الإسلام أو أقام القرآن حياتنا على أساس العدل والمساواة والشورى والحرية والتضامن وغيرها من القيم الرئيسية. هذا باش نبين وأن القرآن هو الحياة، والقرآن ينبض بمعاني الحياة التي لا تنتهي ولا تتوقف. ما زلنا مع الحياة، نحب نقول كما قال سي أحمد مشكور، كل ما يتعلق بالزواج، بالرضاع، بالطلاق، بالمشاكل الموجودة بين الزوجين، بكيفية إصلاح الزوجين، بالحربي، بالسلمي، بالمعاهدات، كل ما يتعلق بالمعاملات المالية، معناها بالربا وأحل الله البيع وحرم الربا، كل ما يتعلق بأكل أموال الناس بالباطل، كل ما يتعلق بعلاقة الجيران، كل ما يتعلق بعلاقة القائد بالرعية، كل هذا تكلم فيه القرآن وأعطانا معناها أحكام واضحة، وربما كان فيها الكثير من الأحكام التفصيلية. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، فيها الأحكام التفصيلية وغير التفصيلية، ثم أحكام كلية ثم أحكام تفصيلية. أيوة. ونحب نرجع ربما هنا التعليق متاعك في بداية مداخلة الأولى، وهي أنه وإن كان القرآن الكريم نزل تبعا لأسباب وحوادث ودوافع، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذاك احنا نحب نفهم بها القرآن هذايا. بالله نعطيني نافذة صغيرة فقط، سامحني سي أحمد وسامحني سنوري. تفضل. هو أن القرآن الكريم كان ينزل تبعا لأسباب ودوافع، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: ضعوا هذه الآيات مكان كذا من سورة كذا،
معنا نحب نبينه للناس اللي تحب تزيد تعرف، وانه راهو ترتيب التلاوه ما هوش ترتيب النزول. نعم. ترتيب التلاوه هو اللي نقراو به اليوم بدايه من الفاتحه الى الناس، بينما ترتيب النزول اول ايه نزلت هي الايات الاولى من سوره العلق، اقرا باسم ربك الذي خلق، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ضعوها في مكان كذا من سوره كذا. وهذا بعد اليوم كيف نقفوا احنا على القران الكريم مش نلقاو هذاك التميز ونلقاو هذاك الاعجاز، معناه اللي يظهر في الترابط ما بين سور القرآن الكريم وخواتم بعض السور وبداية السورة التي تأتي بعدها. نعم. بالنسبة لما يتعلق بالقرآن الكريم وتجدد القرآن الكريم، يقول مولى سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هنا القرآن جاء لهداية الناس، ونحب نرجع إلى مسألة قراءة القرآن، جميعنا يجب أن يقرأ القرآن. ونحب هنا ربما ثمن يقرا القران كما كنا نشاهده منذ قليل في الروبورتاج، يقول لك راني نقرا القران في الصلاه ولا نقرا في وقت الفراغ. هل قراءه القران مرتبطه بوقت الفراغ؟ قراءه القران، القران ياتي شفيعا لصاحبه يوم القيامه، وبالتالي نعم. يجب علينا ان نقرا القران قراءه فيها تمعن وفيها تدبر وفيها ترتيل وفيها تطبيق القواعد. اليوم موجودة الكتاتيب القرآنية، نعم. وكلنا وأنا أولهم مدعو إلى الالتحاق بهذه الكتاتيب القرآنية والقراءة فيها وتعلم القرآن الكريم، لأنه يأتي شفيعا فينا يوم القيامة من ناحية، ثم لأننا مطالبون بتطبيقه. نعم، شكرا لك سي عمر على هذه التفاصيل. مشاهدين الأعزاء، ذكرنا أنه القرآن مرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة، فخلينا نشوفوا في هذا الروبورتاج كيفاش الناس يتعاملون مع القرآن في حياتهم. حسب رأيك كيفاش نجم نخليو القرآن كتاب حياة، هو اللي أثر على المعاملات نتاعنا وسلوكنا في الواقع معنا؟ ايه، ديما نقرأ القرآن ولازم نعملوا معناتها باللي يقول القرآن لازم نعملوا به، ولحد على قد طاقته، فهمتي؟ القرآن هو دستورنا في الحقيقة، احنا كمسلمين هذيك زاوية نظرنا للدنيا. ما يوصل الإنسان باش يحط القرآن، فهمت، منهج معناتها حياته وكل شيء، إلا ما نرجعوا ننصحوا بعضنا، فهمت. قبل كنا ننصحوا بعضنا ويفلي نقرأ القرآن وانت شبيك تعمل هكا، ما تعمل شكل حاجة الخايبة، توا شيهمك فيه، كل واحد يروح يروح ولا ترحم من مات. وهذه اللي خليتنا نبعدوا على القرآن، التطبيق اللي فيه نقرأه ونتمعنوا فيه ونطبقوا اللي فيه. والله نرجعوا ربما للأحاديث ونحاولوا ناخذوا، خاصة هو بكله باهي بصدق، ناخذوا الباهي الحاجة اللي بالرسمي، ما تعقدناش الحياة متاعنا، نجعلوا ديننا سبحان الله، راه قال لك دين يسر مش دين عسر، ما نعقدوهاش من غير تعقيد. والله نمشي ولا بس بالطبيعة بالصلاة بقراية القرآن، فهمت، بالمواظبة، بالإنسان ديما يواظب على دينه وعلى قراية قرآن وعلى صلاته، فهمت، يقعد ديما متأثر بدينه. هو باهي، وكان الإنسان يعمل باللي في القرآن رانا كلنا لبس علينا، فهمتي معنا، أما كان ربي يهدي. كثر تقرأ من القرآن وتبدأ تصلي ديما، ما تبطلش على صلاتك. لزمنا نستعرفوا به، أنه مش نستعرفوا به، لزمنا نقتنعوا أنه الدين بتاعنا هو إيش يقول القرآن، وقتها نطبقوه، حاولوا نطبقوه تو سامبلومون، حاولوا نطبقوا القوانين اللي معناتها اللي حطها ربي سبحانه وتعالى، معناتها نحاولوا نطبقوها، نحاولوا نسعاو معناتها باش خاطر امبوسيبل باش ننجموا معناتها نطبقوها بحذافيرها، أما نسعاو على قدر المستطاع أن نطبقوها كهو معناتها. وبحول الله أي إنسان يخلي معناتها يجعل من القرآن قدوة ليه، بحول الله ربي سبحانه وتعالى باش معناتها باش يخليه معناتها باش يفتح عليه في كل شيء، معناتها باش يكون بالطبيعة. إذا كان واحد يكون متخلق ونكونوا الناس كل نقرأ في القرآن ونعرف القرآن، أكيد باش نكونوا الناس كل علاقتنا ببعضنا تكون طيبة وخير. بممارسته يعني ما ننساوش، فهمتشي، ونعلموه لصغارنا والكل هكا. نذكر مشاهدينا بهذا البث المباشر على قناة القلم في زدني علما، هذا البث يتواصل معكم مع موضوع يتصل بالقرآن والحياة. كنا نشاهد فيكم في هذا الروبورتاج المتصل بعلاقة القرآن بالحياة، فإلى أي مدى يرتبط القرآن اليوم بالحياة أستاذ أحمد؟ الحقيقة ارتباط القرآن بحياة الناس اليوم، أو إن شئت حضور القرآن في حياة الناس اليوم، هو حضور ضعيف باهت، نسأل الله أن يقويه وأن يفعله، لأنه
أنت ترى وكلنا نرى حال المسلمين اليوم على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على المستوى الأخلاقي، على مستوى التعامل. إذن ما المشكل؟ وين المشكل؟ المشكل في أنه الناس ابتعدت عن القرآن، حتى وأن البعض منهم اقترب منه بالقراءة بالتلاوة، لكن تفعيل القرآن في حياتهم هذا هو المشكل هنا. السيدة عائشة تروي تقول كان نبي الله، كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. وفي رواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي في الأسواق، يعني في كل معاملته وفي كل تحركاته كان يترجم المعاني القرآنية سلوكا، أخلاقا، تعاملا، كلاما. القرآن يدعونا إلى السلم والسلام، أين السلم والسلام في حياة المسلمين اليوم؟ القرآن يدعونا إلى الأمانة، إلى الصدق، يدعونا إلى الوفاء بالعهد، يدعونا إلى العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نسبة العمل في المجتمع العربي الإسلامي مقارنة ببعض الأمم اللي هي غير مسلمة ولكن آمنت بقيمة العمل ولذلك تقدمت صناعيا وتكنولوجيا. إذن كيف نستطيع أن نجعل من النص القرآني برنامج عمل ونبراز يهدي المسلمين إلى تحقيق الخير والنجاح والفلاح في سلوكهم وأعمالهم، خاصة اللي أنت أستاذ أحمد قلت أن حال المسلمين اليوم يحتاج إلى كثير من العمل للاجتهاد إلى ما هو أحسن وأفضل؟ نعم. الحقيقة هي منظومة، والمسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع، بدءا بالأسرة وتربية الأبناء وتحولا إلى المدرسة، تحولا إلى المجتمع بكل أطيافه وبكل مؤسساته، المؤسسات الإعلامية، كل ما يمكن أن يصل إلى الناس يجب أن تتضافر فيه الجهود لنجعل القرآن العظيم حاضرا في حياتنا. إنها ديمك الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني ما تلقاش مثل القرآن كتاب فيه التنوع وفيه تلكم الخصيصة أو الخاصية اللصيقة بحياة الإنسان، حتى يكاد الإنسان، سيدة عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي في الأسواق. شوف التعبير قديش بليغ. نعم. كان خلقه القرآن، شوف العبارة هذه قديش بليغة. يعني لو احنا نشوف نعرض أنفسنا على قرآننا، نعرض أنفسنا على القيم التي جاء بها القرآن الكريم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، نعم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لو تتبعنا آي القرآن الكريم وتصفحنا صفحات القرآن الكريم لوجدنا في كل صفحة عبرة، وفي كل جملة تكاد لا تخلو من فائدة ومن حكمة ومن عبرة. أعطانا العبر التاريخية متاع الأمم، كيف قسم الله الجبابرة، لماذا لا يتعظ الحكام في هذا الزمان بما حدث للجبابرة الذين ذكرهم القرآن وذكر الله تعالى كيف كانت نتيجتهم ونهايتهم، لأنهم تجبروا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يعني لابد أن نمعن النظر في القرآن وأن تتضافر جهود كل المسؤولين في مختلف المستويات، أسريا ومجتمعيا ومؤسساتيا، لكي نقترب أكثر من القرآن، لكي نجعل القرآن حاضرا في حياتنا. البرامج الدراسية كيف ينبغي أن تكون مشبعة بالمعاني القرآنية، لأن المعاني القرآنية هي في الحقيقة ليست هكذا معاني جاء بها فلان أو علان، هي من لدن حكيم خبير، هي من الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله الذي خلقنا هو الأدرى بما يصلح حالنا،
وهو يعرف مكامن الخير فينا ودلنا عليها لنستثمرها، فلماذا نعرض عن الذكر؟ ربي يهدينا للخير إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ أحمد، ذكرت بأن البعض ابتعد أحيانا عن النص القرآني، وفي الابتعاد عن النص القرآني هناك ابتعاد عن الحياة المثلى. نعم. إذن هل ترى أن المسؤولية هي مسؤولية الأسرة، أم هل هي مسؤولية المؤسسة المجتمعية، أم هل هي مسؤولية العقل الذي لا يتدبر النص القرآني تدبرا حقيقيا، أو ربما يتدبر النص وفق فهم معين فيضيق ربما التفسير ويضيق ربما المعنى ويكون ربما الابتعاد عن هذا النص القرآني؟ هي المسؤولية جماعية وفردية وجماعية، مسؤولية الكل، مسؤولية الأسرة والمؤسسة والمجتمع وكل المخاطبين، كل المكلفين. مسؤولية العلماء مسؤولية كبيرة، ومسؤولية أولي الأمر اللي بيديهم السلطة مسؤولية كبيرة وعظيمة أمام الله تعالى، لأنهم يشرعون القوانين للعباد، ولأنهم معناها بأيديهم جوانب يستطيعون أن يؤثروا بها في المجتمع. نحن مثلا في تونس في العهد البائد والعهد اللي قبله معناها عشنا مقاومة للدين. في العهد البورقيبي يعني تقريبا كان في وقت من الأوقات كانوا يلزمون الطلبة التلاميذ بالإفطار في رمضان، ولا يعطونهم فرصة للصيام في هذا الشهر الفضيل، بالعكس يضيقون عليهم. وإحنا عشنا هذا في الستينات من القرن الماضي، عشناه فعلا. ورغم ذلك الشعب التونسي الأبي الأصيل المسلم تشبث. شوف كيفاش الحاكم والمسؤول وأولي الأمر عندهم تأثير، العلماء كذلك عندهم تأثير. هذا المضيق بين المضيق والربما المميع. نعم. قد يضيع الدين بين مضيق ومتعسف على النص القرآني وبين مميع له. نعم. فهناك العلم الصحيح والعلم الذي ينبغي أن يتبع وأن يعمل به هو المنضبط بالضوابط الشرعية اللي نلقاها في القرآن ونلقاها في السنة الصحيحة، دون تأويل يخرج بالنص عن سياقه. وقد وظف البعض نصوص قرآنية توظيفا إيديولوجيا. نعم. وتعرف في تاريخ المسلمين الجبرية وظفوا القرآن ونصوص قرآنية وظفوها لمعناها نصرة توجههم الفكري، والمعتزلة فعلوا كذلك. وبين هذا وذاك يحصل هذا الخلط، وربما هذا يبتعد بالناس عن الدين الوسط، الدين الحقيقي. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى قيض من العلماء في كل زمان من يتمسكون بالحق ويتمسكون بقيم القرآن. ففي محنة خلق القرآن مثلا كان الشيخ الإسلام في ذلك الزمان الشيخ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قد تمسك بقوة وبصلابة معناها حتى لا يضيع، لأن الناس يتبعون العلماء أكثر مما يتبعون أهل السياسة في أمور الدين. نعم. وهك علاش مسؤولية أهل العلم الشرعي مسؤولية كبيرة جدا. نعم. ربي يوفقنا إن شاء الله لما يحبه ويرضى. إن شاء الله. مشاهدين الكرام، أسئلة كثيرة قاعدة ترد علينا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بزدني علما، وإلا من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بزدني علما. نحاول إن شاء الله بعد قليل أعرضها على أساتذتنا الأجلاء حتى نحاول أنه نجاوب عنها. فمرحبا بهذه الأسئلة ومرحبا بهذه الاستفسارات، متى شئتم تجمو تكونوا على صلة بيننا وبينكم وبين الأساتذة الأجلاء اللي حاضرين معنا في زدني علما. سي عمر، سي أحمد، خلينا نخلص إلى نتيجة. هذه النتيجة تتمثل في أن النص القرآني هو نص له معنى أصلي، وهذا المعنى الأصلي محفوظ في اللوح المحفوظ، وهو ممتنع عن كل تفسير وتأويل، لأنه لا يعلم تأويله الحقيقي إلا الله. ولكن التفسير يبقى هو طريقة لمحاولة تجديد فهمنا للنص الديني اليوم مع مقتضيات الحياة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي.
كتاب الله هنا هو القرآن. وأنا نحب نقول القرآن ليس ربما قطعة أثرية ولا ديكور في المنزل بحيث تعلق بعض آياته أو وليس بعض نصا تراثيا أيضا وليس نصا تراثيا. نعم. القرآن يجب أن يكون حيا بيننا يقرأه الجميع. لكن باش ربما نخليه الأمور في نصابها، التفسير يكون من قبل العلماء والفتوى أيضا تكون من قبل العلماء. يعني مش معقول وأن الجميع يفسر أو الجميع يفتي والجميع يجتهد. أيوة. لأنه هنا ناس درجات. هذه خلينا نفهموها جيدا. جميعنا يقرأ القرآن. جميعنا يقرأ القرآن. وجميعنا يحفظ القرآن. ونحب نرجع حتى الحقبة الاستعمارية أو ربما ما بعد الاستعمار بقليل. آباؤنا وأجدادنا الذين درسوا بجامع الزيتونة وبالكتاتيب كانوا تقريبا قبل سن الخامسة والسادسة، معناها في العمر قبل ما يكون عنده عمره 5-6 سنين يكون قد حفظ القرآن برمته. يعني كان ثم حرص من العائلات ومن الكتاتيب معناها في الزاوية كانوا يقومون بحفظ القرآن الكريم. وهذا ربما ما نجمو حتى نعملوه مع أطفالنا. وتناغما مع قالوا سي أحمد اليوم حتى على بعض الفضائيات نلقاو استنكار لما تقوم به الكتاتيب اليوم. يقول لك يا أخويا ثم كتاتيب قرآنية، وماذا تفعل هذه الكتاتيب؟ يا أخويا ما تفعله هذه الكتاتيب هي أنها تحفظ القرآن الكريم لهذه الناشئة المتعطشة لهذا الكتاب السماوي. نحب نرجع للقرآن الكريم باش نقولوا أنه ثم تفسير وثم تأويل. هنا لما نرجع إلى القرآن الكريم هو نص رباني، هو نص إلهي ملغز، فمهما بذلنا من جهد فإننا لن نصل إلى معنى نهائي لهذا القرآن. وكل قراءة تأتي إلا وتعطينا معاني جديدة للقرآن الكريم. هذا علاش لما نرجع إلى تفاسير كثيرة نلقاوها كثيرة. لماذا؟ لأنه كل واحد منهم كل مفسر يأخذ زاوية من الزوايا. ولكن أستاذ عمر أنه المسلم اليوم الإنسان كما كان يتحدث منذ قليل أستاذ أحمد قال عندما يقبل الإنسان على فهم القرآن مش معنى هذا أنه يدعي أنه مفسر أو يضطلع بمهمة التفسير والفقه، ولكن فهم النص القرآني نقبل عليه جميعا. التفسير له رجاله، لكن في بعض الأحيان لابد أن نعود إلى أهل الذكر وإلى أهل العلم. لابد القرآن فيه محكم وفيه متشابه. نعم. نأخذ مثال، فهنا المتشابه لا يمكن للجميع أن يفهمه. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. حتى في فهم في معنى المحكم والمتشابه هناك اختلاف. ثم اللي قال هل هو اختلاف، سامحني سي عمر، هل هو اختلاف تنوع أم هو اختلاف تضاد؟ هو اختلاف تنوع وثراء يتبع اللغة العربية. وقت اللي ربي سبحانه وتعالى أنزل القرآن باللغة العربية، اللغة العربية لغة غنية، والقرآن الكريم لما نزل بالعربية نزل بهذه اللغة الغنية التي تعطي أكثر من معنى. لو كان تاخو أنت حتى كتاقف على معنى المحكم والمتشابه. نعم. ثم اللي قال المراد بإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه، وبتشابهه كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز. نعم. وهذه قراءة مقبولة. نعم. وهذه هنا قراءة تأويلية، والتأويل يكون مقبول ما دام يستند إلى دليل. وثم اللي قال وأن المحكم ما ظهر أو ما وضح معناه والمتشابه نقيضه. ثم من قال المحكم ما أمكن تأويله أو ربما ما كان قابلا للتفسير والتأويل، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. نعم. بحيث هذه كلها تأويلات لنص قرآني واحد، والتأويل هذا يفيد الثراء ويفيد التنوع. بقي للتفسير رجاله، وكل تفسير هنا يزم يستند التفسير له رجاله والتأويل أيضا له رجاله، وباستثناء معناها شيخ من شيوخ التفسير الطبري الذي لا يرى فرقا بين التفسير والتأويل، باقي العلماء يقدمون آراء كثيرة في التفسير والتأويل. لو كان تأخذ مثال، لو كان نأخذ الحروف المقطعة الواردة في أوائل بعض السور، هذه الشيخ بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير أورد لها 21 قولا رجح منها 3. قال بسرعة باش ربما بينوا معناها المعنى للسادة المشاهدين، قال هي ربما بمثابة الجرس الصوتي الذي يوقظ السامع إلى ما يأتي بعده من الكلام الهام. كي يقولوا ألف لام ميم قال بعد ذلك الكتاب، فتهيأ أيها السامع لتستمع إلى ما سيأتي بعد هذه الحروف المقطعة من الكلام الهام. وهنا بالفعل ثم كلام هام جاء بعده وهو تأويل مقبول. في التأويل الثاني قال؟ قال وأن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الحروف لتشريف العربي، لتشريف قدر القراءة والكتابة. من جهة كلمة من جهة القراءة والكتابة من كلمة الكتاب، فالكتاب كتب ولما كتب صار جاهزا للقراءة. وثم التأويل الثالث اللي قال وأن هذه هي الحروف يعني الألف واللام والميم وغيرها من الحروف المقطعة
الواردة في فواتح هذه السور، إنما هي جاءت للإعجاز. أيها العرب، هذا الكتاب كتاب القرآن ألف من هذه الحروف وهي من جنس حروفكم، فما أعجزكم على الأتيان بمثله، ولا الحديث بقية. نعم، الاختلاف أستاذ أحمد هل هو ضامن لتجدد القرآن اليوم في حياتنا؟ لأنه المذاهب تختلف، بعض الآراء تختلف في قراءة بعض الآيات، هذا هل هو الذي يضمن تجدد هذا النص مع الحياة اليوم؟ أنه نص يتفاعل يتناغم مع الواقع، مع حياة الناس.